حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امراه من خثعم عام حجه الوداع قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فهل يقضي عنه ان احج عنه قال نعم